إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. الإحسان، الإحسان كلمة جامعة لكل خير، لذلك قال ربنا في حق أسمائه كما في سورة الأعراف الآية 180: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وسميت أسماؤه حسنى لأن كل اسم يحمل في ذاته صفة، صفة تعبر عن جلال الله وعن عظمته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والإحسان كلمة جامعة لكل خير، فهي تستغرق جميع مناحي الحياة. المجال الأول هو مجال القصد والنية. النية مهمة في شريعة الله، فهي تفيد الحزم والجزم، وتفيد التمييز بين العبادات والعادات، بين العبادات والمعاملات، كما تفيد التمييز بين العبادات في حد ذاتها. لذلك لا بد من الإحسان في النيات. وقد قال ربنا في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالخلاص في الإخلاص. إحسان النية هو المجال الأول الذي يجب أن نتمثل فيه صفة الإحسان. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المجال الثاني هو مجال العبادات. أمرنا أن نعبد الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله في حق الأمة كما في سورة الأنبياء في الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولكن لابد أن تكون العبادة خالصة لله من أجل ضمان القبول. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الذي رواه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سئل عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا يتحقق الإحسان في مجال العبادات، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، قاله: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تنسى دبر كل صلاة
أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تكون العبادة حسنة إلا إذا كانت خالصة لله مع تمثل الأركان والشروط والمستحبات والمندوبات، كل ذلك مطلوب لتحقيق مستوى الإحسان، مرتبة الإحسان في مجال العبادات. المجال الثالث هو مجال الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. هذا معيار التفاضل بين الناس، بمعيار الأخلاق. أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وهو الذي قال لنا جميعاً في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية أخرى مشهورة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذا مجال حيوي نحتاج فيه إلى الإحسان، إلى الإبداع، إلى الإتقان. المجال الرابع هو مجال الدعوة إلى الله. أمرنا بالدعوة إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال الله تعالى في سورة النحل الآية 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الإحسان نحتاج إليه في مجال الدعوة إلى الله من أجل استمالة قلوب المدعوين إلى رحاب الإيمان. ونحتاج أيضاً إلى مجال الإحسان للوالدين. ربنا قال في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً. والإحسان للجيران، الجوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي مجال العمل، في جميع مجالات العمل في هذه الحياة، قال ربنا عز وجل: وقل اعملوا، في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. ما هي ثمرات الإحسان؟ شجرة الإحسان مثمرة. من ثمرات شجرة الإحسان تحصيل معية الله، من كان محسناً كان الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف ولا وجل. قال ابن عطاء الله السكندري في حكمه العطائية: من وجد الله فماذا فقد؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ إلهي، متى قطعت الإحسان لكي نقطع الرجاء؟ فالله جل جلاله كما نحسن في الدنيا يحسن الله لنا في الدارين، في الأولى والثانية، في الفانية والباقية، في دار الدنيا وفي دار القرار. هو الذي قال في أي القرآن، قال: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا إلى أن يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. سورة القصص الآية 77: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال في آية أخرى: إن الله مع الذين اتقوا. هنا تتحقق المعية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
وهناك ثمرة أخرى عزيزة غالية، وهي استحقاق محبة الله. ربنا قال في القرآن: والله يحب المحسنين، ومن أحبه الله يرعاه بحسن رعايته، يرعاه بجميل لطفه، يلهمه التوفيق، يرشده إلى صالح الأعمال، ثم يثمر عمله بالتوفيق، وإذا وفق نال الأجر الوفير الذي يحتاجه زاداً في رحلة الخلود الأبدية. نسأل الله أن يجعلنا جميعاً من المحسنين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ البشرية قاطبة من جميع الأوبئة والأمراض والحروب والفتن. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.